ما هو الإسلام؟ نرسى الإسلام. الإسلام هو أن تسلم لله. قول الله قا بيسنو بارتك بر الله قا. تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. الله نم بارلك توحيد ترلرنا ده بريتو. مسلم لابد أن يعمل يصلي يصوم. مسلمان كشسو نماز وقرغا ورازات ترغا تير. يأتي بكل العبادات. بارلك عبادات لرنا ده شلرغا تير. المسلم لابد أن يتميز عن غير المسلم. هم مسلمان بتان مسلمان ايرلب ترغا تير. هل هناك فرق بين اليهودي والنصراني؟ هم بارما نصرالار بين يهودلرن ايرماسي. نعم هناك فرق. ايه الارن ايرماسي بار. في ماذا؟ نرسلر ده. في المعتقد. الارن اعتقاد ده. في اللباس. الارن كيمنرن ده. في طريقة العبادة. عبادات قلو يولارن ده. في أماكن العبادة. هم عبادات قلو ترى ورنر ده. إذا لابد أن المسلم أيضا يتميز عن اليهودي والنصراني. هم شنو مش المسلم من دائرة لبترغاتيش نصرادن هم يهودلردن.